لما العدل بيغيب لازم الحرب تحصل. عمري ما كنت مصدق ان في خطر بيهدد الحياه على الارض باستثناء غباء الانسان وجهله وفساده. في النص الاولاني من القرن الواحد وعشرين بدا ميزان القوه في العالم يتغير. كل دول امريكا الشماليه كانت متحده وكان اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدين بدأت تضعف وتتفكك وتحارب بعض، واللي ما كان يعرف وقتها بالدول العربية ابتدت تبقى أقوى اقتصادياً وعسكرياً. لما جت الفرصة للدول العربية إنها تتخلص من عدوها اللدود وقامت الحرب اللي أطلق عليها حرب تحرير القدس.